عائشة تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. نجد في كتب البكرية ما يثير التساؤلات حول مواقف عائشة وبعض الروايات المنقولة عنها، ومن الأمثلة التي يستدل بها على ذلك حديث المغافير الوارد في صحيح البخاري، فقد ورد عن عائشة أنها اتفقت مع حفصة على خداع النبي صلى الله عليه وآله، حيث كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، واتفقتا على أن تذكرا له رائحة المغافير، وهو نبات ذو رائحة غير محببة، لثنيه عن ذلك، رغم علمها بأن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أكل عسلا وليس المغافير. امرأة لا تتورع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف تصدقونها وتأخذون منها دينكم وتوالونها؟ خاصة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأنه في سورة التحريم ذكر تآمر زوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وآله. وعندما سأل ابن عباس عمر عن المرأتين فقال: عائشة وحفصة. وبعيدا عن حديث المغافير، نجد أن عائشة تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كان ينسى بعض الآيات من القرآن كحديثها الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله نسي آية من القرآن حتى سمعها من صحابي فاستذكرها. وبعدما تبين لكم نسأل: كيف يعقل أن ينسى النبي صلى الله عليه وآله آيات القرآن الحكيم؟ وقد ورد في القرآن نفسه قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وقد ورد عن صادق العترة عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أكثر الكذب على النبي صلى الله عليه وآله، هم أبو هريرة، أنس بن مالك، وعائشة. فاتقوا الله يا قوم وابرؤوا من عائشة الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله.